بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد في دروس الكمبيوتر والإنترنت. والنهاردة بإذن الله هنكمل في كورس الـ ICDL فيرجن 5، والنهاردة الدرس الأول في مديول الـ IT. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني نكمل في كورس الـ ICDL فيرجن 5، والنهارده بإذن الله أول درس في مديول الـ IT اللي هي اختصارا لـ Information Technology. في المديول بتاع الـ IT هنتكلم عن الكمبيوتر بيتكون من إيه؟ إيه مكوناته الهاردوير والسوفتوير وإزاي تتعامل مع الكمبيوتر نفسه وطرق تشغيله والكلام ده كله. مبدئيا قبل ما نبدأ في الكورس، في حتة لازم تعرفها، إنك لما تبدأ تذاكر أي حاجة عن حاجة معينة مثلا تعرف الأول تاريخها جت إزاي، اتعملت إزاي، تاخد نبذة كده عنها. الجزء ده ما بيجيش في الامتحان، يعني احنا النهارده هنتكلم على او مبدئيا هبدا انا اتكلم على الكمبيوتر هيستوري، تاريخ صناعه الكمبيوتر وامتى اخترعوه ومين اول واحد فكر فكره اختراع الكمبيوتر ومين اول مبرمج والمراحل اللي مر بيها الكمبيوتر عشان يوصل للجهاز اللي انت بتستعمله دلوقتي. انا هتكلم في جزء تاريخ الكمبيوتر، الجزء ده ما بيجيش في الامتحان، انا بنبه مره ثانيه ما بيجيش في الامتحان. عايز تسمعه وتزود معلوماتك وتاخد حاجه مفيده تعرف الكمبيوتر اتعمل ليه او اتعمل ازاي، اتفضل اسمعه. مش عايز ممكن تفوت الجزء ده كله وتخش على الجزء اللي بعده عشان تكمل المديول. مبدئيا نتكلم على الكمبيوتر هيستوري. اول جهاز كمبيوتر او اول جهاز اخترعوه زي الكمبيوتر كانت الاله الحاسبه اللي اخترعها العالم الفرنسي باسكال في القرن ال17. الاله الحاسبه زي ما انتم شايفين قدامكم في الصوره كانت اله حاسبه معدنيه وكلها عباره عن اجزاء معدنيه وتروس وحاجات زي كده. الاله دي كلها طبعا كانت ميكانيكيه، ما كانش فيها اي حاجه الكترونيه لان ما كانش فيه في الوقت ده اي حاجه الكترونيه. باسكال اخترع الاله الحاسبه ديت عشان بغرض ان هو يبدا يفكر في جهاز او حاجه تعمل العمليات الحسابيه البسيطه زي الجمع والضرب والطرح والقسمه. فكانت اله باسكال هي اول آلة حاسبة أو أول نواة للكمبيوتر. وتقديرا لجهود العالم باسكال، العلماء بعد كده لما عمل لغة من لغات البرمجة بتاعة الكمبيوتر سموها باسمه. في لغة برمجة دلوقتي حاليا في الكمبيوتر اسمها لغة باسكال، وفي لغة تانية اسمها برضو تربو باسكال. بعد كده الآلة دي طبعا آلة باسكال ما انتشرتش لأنها كانت صعبة جدا ومعقدة. بعد كده المحاولات التانية كانت في القرن ال19 تحديدا 1822 على إيد العالم الإنجليزي تشارلز بابيج. الراجل ده عمل آلة حاسبة زي ما انتم شايفين كده كبيرة جدا، شايفين ضخمة قد ايه؟ دي كانت آلة حاسبة بتاعت تشارلز بابيج وكلها كانت أجزاء ميكانيكية ومعادن وحديد ومش عارف ايه وحاجات في بعض وتروس وحاجات زي كده. آلة بابيج كانت بتقوم بالعمليات الأساسية زي الضرب والطرح والقسم والحاجات دي كلها، وكانت تعتمد في شغلها على حاجة اسمها الكروت المثقبة أو البانشيد كاردز. ده شكل آلة بابيج، ده شكلها برضو في المتحف دلوقتي البريطاني، شايفين هي بالنسبة للناس اللي واقفة حواليها هي قد ايه. ده شكل آلة بابيج او تشارلز بابيج. الاله دي كان قلنا انها بتقوم على فكره البانشيت كاردز اللي هي بتشتغل بالكروت المثقبه، بتجيب لها كارت كده مخروم من النص او كروت مخرومه من النص، والكروت دي بتدل على حاجه معينه، يعني مثلا الكارت ده مثلا يدل على 1+2 او 1+ مش عارف كذا، وتدخله في الاله تمشي في الاله، الاله تفهم انت عايز تعمل ايه، وبناء عليه الاله تبدا تعمل العمليات الحسابيه بتاعتها. طبعا الكروت المثقبه كانت معقده جدا انك تقعد تعملها وتخرم عشان تكتب حاجه معينه للاله تفهمها الاله، والاله لما تطلع لك نتيجه كانت تطلعها لك برضو على تديها كارت فاضي وهي تقعد تخرمه وتطلع لك النتيجه وانت تترجم من الخروم ديت او الثقوب ديت معنى النتيجه اللي طلعت. فكانت اله معقده شويه جدا. وهنا ظهرت اول حد او اول عالم او اول مبرمج في السوفت وير او مبرمج عموما، يعني كانت العالمه ايدا لوفليس، العالمة الإنجليزية إيدا لوفليس هي اللي كانت تشتغل على فكرة إنها تعمل الكروت المثقبة بتاعت المكنة ديت. فطبعا دي كانت أول مبرمجة في التاريخ أو أول مبرمج في التاريخ هي الإنجليزية إيدا لوفليس. بعد كده في الثلاثينات ولا في الأربعينات من القرن العشرين 1941 تقريبا، العالم الألماني كونارد تسوزا، ده كان مهندس مدني. المهندس ده جه في وقت من الاوقات وفكر، بدا يفكر ان هو ازاي يخترع جهاز او اله تقوم بالعمليات الحسابيه للمهندس او تساعد المهندس انه يعمل العمليات الحسابيه. وكان مبرره وقتها ان المهندس مش مطلوب منه ان هو يقعد يعمل العمليات الحسابيه، المهندس عنده شغل تاني اسمى بكتير جدا من هو يقعد يحسب ويضرب ارقام ويجمع ارقام والكلام ده كله، لان المهندس المدني شغله بيبقى في الكباري وتصميم المباني وتصميم الطرق والحاجات دي كلها، دي حاجات اهم من هو انه يقعد يحسب بقى الحسابات والضرب ومش عارف ايه والكلام ده كله. ففكر ان هو يعمل
آلة حاسبة أو جهاز كمبيوتر يقوم بالعمل ده، واخترع 4 أجهزة كمبيوتر بس طبعا مش في نفس الوقت، على مراحل متفرقة، كانوا بدايتهم من زد واحد لحد زد فور، اسمهم كده زد واحد لحد زد فور. في الوقت ده كانت الحرب العالمية الثانية كانت شغالة، وكان بيدعموا جدا في الوقت ده هتلر رئيس ألمانيا، كان بيدعمه ان هو يصنع جهاز الكمبيوتر بتاعه ده عشان يستخدموه في الحروب، او يقدر يستفيد منه في الحروب اللي كانت شغاله، او الحرب العالميه الثانيه اللي كانت شغاله وقتها. المهندس المدني ده اللي هو كونراد تسوزا سنه 41، طبعا الحرب كانت شغاله، هو في الاول لما خدوه في الحرب كان يحارب كانه جندي عادي في الحرب، بعد كده عرفوا ان هو راجل دماغه كويسه وبيشتغل في تصميم او بيشتغل على جهاز كمبيوتر، قال لك لا احنا نستفيد منه، نطلعه بدل ما بيحارب عادي ونخليه هو يخترع الكمبيوتر، وبدأ يخترع الكمبيوتر بتاعه اللي هو كان الزد 1، بدأ بداية من زد 1، وهنا اخترع في الكمبيوتر بتاعه لغة، أول لغة كانت تستخدم ساعتها في أو هي النواة للكمبيوتر اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هي لغة الصفر والواحد، إن كل حاجة الكمبيوتر هيبدأ يشتغل عليها هي صفر وواحد، يعني كل حاجة عايز أبدأ أديها للكمبيوتر يفهمها صفر مفيش واحد فيه، صفر مفيش واحد فيه. وبداية أو بناء عليه كان بيعمل الكمبيوتر بتاعه بيحسب أو يضرب ويقسم، الكمبيوتر بتاعه كان كل شغله إن هو يضرب ويقسم ويجمع ويطرح حاجات أساسية بس كده. فلو كان عايز يحسب مثلا أرقام زي 10 زائد 20، فكان لازم عليه هيحول العشرة ديت لأرقام أو عبارة عن أرقام من صفر لواحد، والعشرين عبارة عن أرقام من صفر لواحد، ويجمعهم بالطريقة ديت ويطلع النتائج صفر ووحيد ويحولها للأرقام التانية. إن الأرقام الصفر والواحد أو اللغة اللي اخترعها كونراد تسوزا كان دي اسمها اللغه الباينري، اللي هي او اللي احنا بنستعملها دلوقتي الباينري، كان بيحول هو الارقام الديسيمال اللي هي العشريه اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بيحولها للباينري ده. يعني مثلا على سبيل المثال الصفر كده كده هيبقى قيمته في الباينري صفر، بلغه الصفر والواحد يبقى صفر. طب الواحد في لغه الصفر والواحد برضه واحد. طب الاثنين لغه الصفر والواحد عباره عن ايه؟ عباره عن واحد من على اليمين جنبه صفر، واحد على الشمال جنبه صفر على اليمين. طب التلاتة اتنين وحايد. طب الأربعة واحد على الشمال جنبه صفرين على اليمين، وهكذا. بدأ يشتغل في لغة الباينري إن هو يحول كل حاجة أو كل الأرقام إلى أصفار وحايد، ويبدأ يديها للآلة بتاعته تحسبها وتطلع نتيجة. الجهاز بتاع كونراد تسوزا كان مكون من 2300 ريلي أو سويتش. السويتش ده هو اللي كان بيديله الأرقام بتاعته اللي هي الاصفار والوحيد. الريلي ده كان جايبه من استخدمه من السويتشات اللي كانت موجوده في السنترالات في الوقت ده، لانك كان وقتها انك ما تتصل بالسنترال عايز تكلم حد جارك او حاجه، فكان مكالمتك الاول تروح للسنترال ويرد عليك واحد من السنترال يقول لك ايوه انت عايز تكلم مين، تقول له عايز اكلم رقم مش عارف كذا كذا كذا، يروح بتاع السنترال عنده سويتش يروح محول مكالمتك اللي انت عايز تروح له عن طريق السويتش اللي موجود قدامه. وده كان شكل الناس اللي في السنترال ساعتها. هو الراجل ده جاب السويتشات اللي موجوده في السنترال واستعملها كان هي تشتغل بالطريقه دي، وبعد كده بدأ يشيل السويتشات ويستخدم حاجه اسمها الريلي. ده الجهاز بتاع كونر تسوزا. بعد كده استخدم الريلي. الريلي ده عباره عن جهاز صغير كهربائي بتمشي فيه كهرباء هنا، فبيعمل مغناطيس في الجزء ده، المغناطيس بيسحب قطعه الحديد اللي هنا اللي موجوده ديت، قطعة الحديد تعمل كونتاكت أو توصل السلك ده بالسلك ده، فيمشي تيار كهربي في السلكين ويديني رقم واحد. لا، ولكن لما تفصل عن هنا الكهرباء وبالتالي المغناطيس اللي هنا يسيب، فالقطعة المعدنية ديت تشدها السبرينج ده أو السوست ريت تشدها لورا، وبالتالي التوصيلة اللي بين سلكين تنسحب لورا ما يبقاش موصلين لبعض، وبالتالي ما يمرش تيار كهربي وتبقى النتيجة صفر. هو اعتمد في شغله كله في الجهاز بتاعه على الريلي ده، وكان عنده في الجهاز بتاعه حوالي 2300 ريلي. كان الجهاز بتاعه اللي اخترعه كونرد تسوزا كان بيقوم بعملية الضرب في 5 ثواني، يعني تديله يضرب أي رقمين في بعض ياخد له فيها 5 ثواني. عملية القسمة كانت تقريبا بتاخد لها 12 ثانية، ودي طبعا كان هو عايز يطور من الفكرة بتاعته ويخلي الجهاز أسرع، فبعد كده فكر في حاجة تانية بدل ما يستعمل الكهرباء والمغناطيسات والحاجات دي كلها، قال لك أنا هستخدم الفيكيوم تيوب. الفيكيوم تيوب اسمها الصمامات المفرغه، دي عباره بتشتغل برضو زي الريلي بس باستخدام الالكترونيات، بتبقى اسرع لان سرعه الالكترون قريبه من سرعه الضوء. فكر فيها ساعتها ان هو يستعملها، لان الفيكيوم تيوب كانت منتشره جدا في اجهزه الراديو في الوقت ده، فقرر ان هو يغير جهازه كله بدل ما يستخدم الريلي يستخدم فيها الفيكيوم تيوب، وراح عرض الفكره على هتلر في الوقت ده. هتلر رفض ان هو يمول مشروع في الوقت ده، لان كانت الحرب على اشدها، الحرب العالميه الثانيه كانت على اشدها، والمشروع ده هياخد له حوالي 2 3 سنين، فهتلر طبعا رفض ان هو يعمل في حاجه تاخد لها 2 3 سنين، لان الحرب كانت
منتشره في الوقت ده او كانت قويه في الوقت ده. فطبعا وقف مشروع كونر دي سوزا عند الجهاز بتاعه اللي كان مكون من 2300 ريلي اللي كان اسمه زد 3. الجهاز ده اتدمر في الحرب العالميه الثانيه، وفي سنه 1961 قام كونر دي سوزا بتجميعه مره ثانيه وتركيبه مره ثانيه، ودلوقتي موجود في متحف في المانيا. بعد كده كان نفس الوقت ده كان في محاولات تانية لاختراع كمبيوتر في أمريكا، اللي هو في نفس الوقت بتاعت الحرب العالمية التانية، لأن الحرب العالمية التانية بصراحة هي ليها يعني فضل كبير جدا في انتشار حاجات كتيرة جدا في العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، رغم إنها كانت سبب في مئات الملايين من الناس ودمار الشعوب، ولكنها كانت سبب إنها تخلي كل الشعوب إن هم يخترعوا أحسن ما عندهم عشان يقدروا يحاربوا بيه. كان في نفس الوقت ده في أمريكا في جامعة هارفارد كان عالم اسمه هوارد أيكن، كان بالتعاون مع شركة اي بي ام اللي موجودة حاليا، الشركة دي كانت بتساعده بيقوموا على ابحاث ان هم يصنعوا كمبيوتر او جهاز آلة برضو زي اللي موجود في المانيا اللي اخترعوا التسوزا. كانوا بيعملوا في امريكا نفس الجهاز سنة 1941 44، عملوا جهاز زي بتاع التسوزا برضو بس كان بيعتمد على 3500 ريلي. طبعا التسوزا كان سببهم بسنتين يعني في الجهاز بتاعه، هم عملوه بعد جهاز التسوزا بسنتين، ودي كانت بداية دخول شركة اي بي ام في مجال الكمبيوتر سنة 1944 مع هوارد ايكن في جامعة هارفارد. بعد كده جه العالم ايكارت والعالم ماوكلي في سنة 43 في جامعة بنسلفانيا، وخدوا فكرة التسوزا. قال لك التسوزا كان عايز يطور الجهاز بتاعه ويستخدم فيه الفيكيوم تيوب او الصمامات المفرغة اللي بتشتغل بالالكترونيات عشان تخلي الكمبيوتر اسرع. طب ايه رأيك احنا كمان نعمل كمبيوتر زي بتاع التسوزا، وبدل ما نستعمل فيه الريلي او اللي كان بيستعمله تسوزا احنا نستعمل الصمامات المفرغه اللي هي فكره تسوزا ونكمل احنا على المشروع بتاعه. كان في نفس الوقت ده كان في امريكا عملوا فعلا الجهاز بتاعهم بالصمامات المفرغه بدلا من استخدام الريلي، واستخدموا في الوقت ده تقريبا 18000 صمام مفرغ. كان وزن الكمبيوتر اللي هم عملوه تقريبا 30 طن، ده شكل الكمبيوتر اللي هم عملوه. الغرفه دي كلها كده الكمبيوتر، الجدران دي كلها كده اجزاء من الكمبيوتر. كانت الكمبيوتر تقريبا بيشغل صالة كبيرة جدا، كان وزنه 30 طن و18000 صمام، وكان بيقوم ب5000 عملية جمع في الثانية الواحدة. كان سريع جدا بالنسبة مقارنة للجهاز اللي اخترعه تسوزا، احنا قلنا بتاع تسوزا كان بيقوم بعملية ضرب واحدة في 5 ثواني، ده كان بيقوم ب5000 عملية جمع في الثانية الواحدة. الجهاز ده سموه انياك وطلع للنور وانتشر سنة 45، وبدأت أمريكا تعمل عليه إعلانات وتنشره في العالم كله إنها اخترعت حاجة كبيرة جدا، وده كان البداية الحقيقية والنواة لاختراع الكمبيوتر الإلكتروني. الجهاز ده كان فيه عيب طبعا، إن هو الصمامات بتاعته أو الصمامات المفرغة لأنها بتشتغل بكهرباء وتاخد باور كتير جدا، طاقة كهربائية كبيرة عالية، فكانت بتسخن وتحترق بسرعة، دايما تسخن وتحترق بسرعة، عشان كده كان بيشغلوا جوه جهاز الكمبيوتر ده أو ناس موظفين ليه كتير جدا، يقعدوا بقى وظيفتهم كلها إن هم يقعدوا يغيروا الصمامات اللي بتتحرق كل شوية. ده كان من ضمن عيوب جهاز الكمبيوتر دي. انت هنا شايف في الصوره قدامك كام واحد شغال جوه الكمبيوتر، يعني ده كده الكمبيوتر ودول كلهم شغالين جوه، ولكن انياك ده كان هو فعلا النواه الحقيقيه لاختراع جهاز الكمبيوتر اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي. برضو على سبيل المثال سنه برضو 44 في انجلترا او اثناء الحرب العالميه الثانيه، برضو مع 44 سنه الحرب العالميه الثانيه، كانت الحرب العالميه الثانيه ألمانيا بتحارب إنجلترا وعايز تغزو إنجلترا، وكانت الغواصات الألمانية متفوقة جدا على الغواصات الإنجليزية والسفن الإنجليزية، كان لدرجة إن الألمان في الحرب العالمية التانية كانوا الغواصات بتاعتهم تنزل في الماء تحت تنشن على الغواصات الإنجليزية أو السفن الإنجليزية تضربها وتختفي تاني محدش عارف يجيبها. وده طبعا كان بيرجع الفضل فيه لإن الألمان كانوا بيستخدموا جهاز تشفير اسمه إنيجما. الجهاز ده كان بيستخدموه تشفير إن هم يرسلوا بيه رسائل لبعض في الغواصات وفي السفن بتاعتهم، والجهاز ده ما كانش حد عارف فك شفرته خالص. دايما السر في الحروب انك عشان تهزم عدوك لازم تتجسس تعرف عدوك بيفكر في ايه، فلما تتجسس على الرسائل اللي رايحه واللي جايه هتعرف هو خطوته اللي جايه ايه، فبالتالي انت هتتفادى خطوته وتعرف تحاربه من ظهره او تكسبه. فكان الالمان بيستخدموا جهاز اسمه نجمة في تشفير الرسائل بتاعتهم بينهم وبين بعضهم، وبالتالي حاولوا الانجليز ان هم يخترقوا الجهاز ده او يفكوا شفرته اثناء الحرب العالميه الثانيه، ما عرفوش خالص. فالجهاز ده ساعد الالمان ان هم يتفوقوا جدا على الانجليز ويرصدوا تحركاتهم ويعرفوا يضربوهم، لان الالمان كانوا بيعرفوا يتجسسوا على الانجليز والانجليز ما كانوش بيعرفوا يتجسسوا على الالمان، عشان الالمان بيستخدموا جهاز اسمه النجمه كان قوي جدا في التشفير، ما عرفوش يفكوا شفرته. لحد ما جت الحكومه الانجليزيه سنه 44 وطلبوا من العالم الان تورينج، ده كان عالم رياضيات ملوش دعوه بالكمبيوتر ولا اي حاجه ولا له دعوه باي حاجه،
جابوه كده قالوا تعالى احنا عايزينك تفك لنا شفره جهاز انيجما ده عشان نعرف هما بيتكلموا في ايه ونعرف نتجسس على الالمان. قال لهم انا ماليش علاقه، انا معلم رياضيات. قالوا مالناش دعوه، وبدا فعلا اجبروه ان هو يشتغل يصمم جهاز يفك شفره انيجما. وفي سنه 44 اخترع جهاز العالم الان تورينج اسمه بومبي، وفعلا عرف يفك بيه شفره الجهاز انيجما. جهاز بومبي ده كان الكبير زي ما انتم شايفين كده، ضخم اهو، كل الجهاز الضخم ده عشان يفك شفره الجهاز ده الصغير، الجهاز الضخم ده. وبالتالي الانجليز بقى عندهم جهاز يقدروا فيه يفكوا شفره انيجما، جهاز بومبي ده. ومن هنا بدات المانيا تخسر الحرب، لان الانجليز بداوا يتجسسوا على رسائل الالمان، والالمان ما كانش عندهم اي فكره خالص او ما عرفوش ان الانجليز بيتجسسوا عليهم. ففضلت الحرب كلها ماشيه ان الالمان يبعتوا رسائلهم بجهاز انيجما، والانجليز يتجسسوا عليهم يعرفوا هما بيقولوا ايه، فييجوا من وراهم يضربوهم، والالمان ما يعرفوش ان الانجليز عرفوا يفكوا شفره انيجما. جهاز بومبي ده كان حجمه كبير زي ما انتم شايفين كده، وده برضو كان شكل الجهاز من جوه. لما تفتحه كده ده كان شكل الجهاز من جوه، كان برضو باستخدام الفيكيوم كيوبز، كان جهاز ضخم يعني. بعد كده جينا في الخمسينيات اخترعوا حاجه اسمها ترانزستور. الترانزستور ده حاجه زي الريلي بس الكترونيا وسريع جدا، وحاجه برضو زي الفيكيوم كيوب. هو الترانزستور اللي قدامك ده ساعد على تطور الكمبيوتر بدرجه رهيبه جدا، انه ما بيسخنش ترانزستور، بيشتغل بكهرباء قليله جدا ما بيستهلكش كهرباء. وبداوا استبدال الفيكيوم تيوب بالترانزستور. في الستينات بداوا اختراع الاي سي او الانتجريتد سيركتس او الدوائر المتكامله اللي هي قدامك في الصوره دي. الدوائر المتكامله الشريحه اللي قدامك ديت او الشيب اللي قدامك ديت دي بتبقى مكونه من قطع كتيره جدا من الترانزستورات والدوائر الالكترونيه، ممكن توصل لالاف القطع الالكترونيه. وبالتالي بداوا يخترعوا الكمبيوتر ويصغروا حجم الكمبيوتر باستخدام الاي سي اللي قدامك ديت. وبدات بقى الشركات تخش بقى في عالم الكمبيوتر وتصغير الكمبيوتر وتصنيع الكمبيوتر. في السبعينيات طبعا شركه ابل بدات تخش معانا في مجال الكمبيوتر بقياده ستيف جوبز، وصنعوا ابل 1 وابل 2 وابل 3. ودي صوره لابل 2، ابل 2 تقريبا. الجهاز ابل 2 كان اول جهاز كمبيوتر يلعب شطرنج قدام الانسان، جهاز ابل 2 ده كان بشركه ابل، وكان عندهم ساعتها عملوا اوبريتنج سيستم اسمه ماكنتوش، وبعد كده عملوا جهاز برضو اسمه ماكنتوش. برضو في الثمانينات شركة اي بي ام بقى دخلت السوق في التصنيع خلاص، وعملت جهاز الكمبيوتر بتاعها زي ما انتم شايفين في الصورة سنة 81. وشركات كتيرة جدا بدأت تدخل السوق بقى من اول 81 او من اول الثمانينات، زي شركة زيروك وشركات كتيرة جدا تانية دخلت الكمبيوتر. واتش بي بدأوا يصنعوا اجهزة الكمبيوتر الشخصية، وبدأ الكمبيوتر في الانتشار بالشكل اللي احنا تقريبا بنشوفه بيه دلوقتي. كده يكون اتكلمنا عن نبذة سريعة عن الكمبيوتر وتاريخ الكمبيوتر. نبدأ بقى نخش في السيكشن الأولاني، أنواع الكمبيوتر. الكمبيوتر أولا مبدئيا هو الكمبيوتر عبارة عن جهاز إلكتروني بنستخدمه إن احنا بنعالج بيه البيانات، أو نحول بيه البيانات، أو نخزن بيه البيانات عشان نعرضها في وقت تاني، أو نقدر نستخدمها أو نقدر نعرضها بصورة أوضح. الكمبيوتر عبارة عن جهاز بندخله إنبوت بيانات، البيانات دي بتحصل لها معالجة جوه الكمبيوتر، ويطلعها لي أوتبوت عن طريق يا إما الشاشة يا إما البرينتر يا إما السماعات، ساعتها انا اقدر استخدمها بعد كده تاني. عندنا انواع مختلفه من الكمبيوترز، عندنا زي مثلا البيرسونال كمبيوتر اللي بنسميه البي سي، عندنا اللابتوب، عندنا الهاندل ديفايسز اللي هي الاجهزه المحموله اللي هي البي دي اي، ده جهاز البي دي اي. بيرسونال ديجيتال اسيستنت ده جهاز بيستعملوه رجال الاعمال، صغير كده عامل زي الموبايل. وعندنا الموبايل فونز والسمارت فونز، وعندنا المالتي ميديا بلايرز. المالتي ميديا بلايرز اللي هي الام بي 4 والحاجات دي كلها والام بي 3. النتورك كمبيوتر، الاجهزه الكمبيوتر اللي بتبقى متوصله بالشبكه او كل غرضها انها تكون متوصله بالشبكه عشان الناس يستخدموها. عندنا السيرفرز دي برضو من انواع الكمبيوتر، والمين فريم كمبيوتر والمايكرو كمبيوتر والسوبر كمبيوتر. هنتكلم عن كل جهاز لما يجي الجزء بتاعه دلوقتي، بس عشان بس نعرف كل حاجه تستعملها فيها ذكاء صناعي اعرف ان فيها كمبيوتر. حتى الغساله اللي انت بتستعملها في البيت اللي بتشتغل اوتوماتيك ديت فيها كمبيوتر. اي حاجه فيها ذكاء صناعي فهي فيها كمبيوتر، الموبايل بتاعك فيه كمبيوتر، اللابتوب بالكمبيوتر، كل حاجه فيها كمبيوتر. العالم كله اللي احنا عايشين فيه كمبيوتر، لولا الكمبيوتر ما كناش طلعوا للفضاء، فكل حاجه دلوقتي شغاله بالكمبيوتر. طبعا هنتكلم عن اول نوع في انواع الكمبيوتر اللي هو البيرسونال كمبيوتر او البي سي. ده الكمبيوتر العادي اللي بنستخدمه عندنا في البيت، اللي بيتكون من شاشه وكيبورد وماوس وكيسه او بوكس، وبيكون سعره رخيص واستعماله سهل، وده بيستعمله دايما معظم الوقت الطلبه او العائلات او الاعمال الصغيره في البيوت والمنازل. طبعا اللابتوب هو تقريبا زي البي سي العادي، بس فرق انه بيشتغل على البطاريه، وليه كيبورد وليه ماوس، بس الماوس بتاعه ما اسموش هنا ماوس، اسمه تاتش باد.
سعره بيبقى اغلى شويه من البي سي العادي، ولكن سرعته بتبقى زي سرعه البي سي، اعلى شويه اقل شويه على حسب الفلوس انت دافعها فيه يعني. ده بيستعمله عاده رجال الاعمال، او بيستخدم في الاعمال الناس اللي هم ما بيقعدوش في المكتب بتاعهم كتير، بيتحركوا كتير بيستخدموه في اعمالهم. عندنا الهاندل ديفايسز اللي هي الاجهزه المحموله. عندنا النوع الاولاني اللي هو البيرسونال ديجيتال اسيستنت، الجهاز اللي هو قدامك في الصوره ده جهاز كده صغير عامل زي الموبايل، بس بيكون نازل عليه ويندوز، مش بيكون نازل عليه اندرويد او اي او اس، بيكون نازل عليه ويندوز زيه زي الكمبيوتر بالظبط. بيستعمله رجال الاعمال في تصفح الانترنت، واللي هو يتشيك على الايميل بتاعه يشوف لو جاله ايميل او حاجه، ممكن يشغل مزيكا كده يعني. ده الهاندل ديفايسز، ده اول جهاز منهم او البي دي اي. عندنا النوع الثاني من الهاندل ديفايسز اللي هي الاجهزه المحموله، اللي هي الموبايل فونز والسمارت فونز، الموبايلات طبعا ديت نوع من انواع الكمبيوتر. عندنا المالتي ميديا بلايرز اللي هي الاجهزه اللي بتشغل مالتي ميديا اللي زي الام بي 4 والام بي 3 والايبود. عندنا النتورك كمبيوترز، مثلا على سبيل المثال انا عندي شركه فيها 1000 موظف، وال 1000 موظف دول عايزين نجيب لهم طابعات. طبعا مش هروح اجيب لكل موظف عنده جهاز كمبيوتر، عندنا 1000 جهاز كمبيوتر، هجيب لكل جهاز كمبيوتر طابعه، يبقى انا هجيب 1000 طابعه؟ لا، انا بجيب طابعه واحده بس وبوصلها عندي في الشركه، وبوصل اجهزه الكمبيوتر دي كلها بشبكه عندي، والطابعه دي بنفس الشبكه، وكلهم بيطبعوا على الطابعه دي بس. يبقى انا كده وفرت وعرفت استخدم الشبكه اللي عندي ان انا اخلي ال 1000 جهاز دول يطبعوا على طابعه واحده. دي اسمها النتورك كمبيوترز. يبقى كل الكمبيوترز اللي عندي اللي موجوده عندي بنوصلهم بشبكه واحده، وكلهم يقدروا يبادلوا المعلومات بينهم وبين بعض، او يستخدموا الريسورسز زي البرنترز وغيرها. طبعا الحاجات اللي بتبقى تشتغل بالشكل ده زي اللارج اورجانيزيشنز اللي هي المنظمات الكبيره، والمدارس مثلا، الفنادق والمكاتب الكبيره. دي اشكال الشبكات، يا اما شبكه بالشكل ده كده، يا اما شبكه بالشكل ده او بالشكل ده. عندنا بعد كده نوع من انواع الكمبيوتر اللي هو السيرفر. السيرفر جاي اسمه من كلمه سيرف، سيرف يعني خدام. السيرفر ده اللي هو الخادم. وليكن على سبيل المثال عندك انت شغال في فندق، او عندك في الفندق في قسم الحسابات فيه 5 موظفين حسابات، كل موظف حسابات عنده جهاز كمبيوتر بتاعه خاص بيه، وكل موظف حسابات بيقوم بدور معين في الحسابات بتاعته، وكلهم شغالين على برامج معينه او برنامج معين. وبالتالي كل واحد فيهم لما يجي يعمل حساباته على جهاز الكمبيوتر بتاعه لوحده هيرمي الحسابات على جهازه هو. طب عايزين نجمع الحسابات دي كلها في وقت واحد ونعرف الفندق كسب كام او خسر كام والكلام ده كله، صعب ان انا هعدي على كل جهاز من دول واطلع منهم انت كسبت كام وانت خسرت كام، طب اديني، طب انت جبت كام، طب انت خسرت كام، ونقعد نجمع. فبالتالي ما ينفعش. ليه؟ لان عندنا الناس الخمسه دول، الخمس موظفين الحسابات، عايزين يرموا بياناتهم كلهم في مكان واحد، بحيث ان المكان الواحد ده يحتفظ بالبيانات ويطلع لي الناتج النهائي. ان المكان ده هو اسمه السيرفر. كمان السيرفر لازمته هنا ايه؟ ان انا لو عملت الخمس اجهزه دول كل واحد يشتغل لوحده من غير سيرفر، وبالتالي لو جهاز منهم باظ فالداتا اللي عليه كلها راحت خلاص طارت. لكن لما اجمعهم كلهم في مكان واحد اللي هو السيرفر، يا رب اي جهاز فيهم يبوظ خلاص مش مشكله، وكده كده السيرفر ده بيتاخد منه باك اب او نسخه احتياطيه، فلو حتى لو هو باظ النسخه الاحتياطيه اقدر ارجعها. لكن اجهزه الفندق نفسها لو كلها اتحرقت ما تفرقش معايا حاجه، لان مش عليها اي بيانات مهمه. السيرفر ده بيستخدم دايما في المناطق اللي في المنظمات الكبيره زي الفنادق والمستشفيات والمدارس والحاجات الكبيره دي كلها. طبعا بيكون متوصل بكارت او بشبكه الانترنت او بشبكه النتورك اللي في المكان، والاجهزه الكمبيوتر كلها بتبقى واصله عليه، او اجهزه الفندق كلها بتبقى واصله عليه عشان يرموا بياناتهم فيه، وهو في الاخر يجمع الحسابات ويجمع كل حاجه. عندنا نوع تاني برضو من انواع الكمبيوترز اللي هو المين فريم كمبيوتر. المين فريم كمبيوتر دي الاجهزه الكمبيوتر الكبيره العملاقه، بيبقى جهاز كبير كده قد الدولاب، دولاب هو كمبيوتر، كمبيوتر كده دولاب، بيبقى سريع جدا، مواصفاته عاليه جدا، الهارد طبعا بتاعه هاردات كتيره جدا جواه، كل حاجه فيه بقى عاليه، لانه بيستخدم دايما في المناطق في المنظمات الكبيره قوي بقى، زي البنوك، زي مثلا شركات الاتصالات اللي هي فودافون ومش عارف ايه، الناس دي كلها بيستخدموا الجهاز الكبير ده عشان يقدروا يخزنوا بيانات العملاء بتاعتهم. في البنك مثلا يحط لك الجهاز الكبير ده عنده في المركز الرئيسي بتاع البنك عشان يخزن بيانات العملاء، عشان طبعا لما العميل يخش يسحب فلوسه من اي مكنه يكون الجهاز ده سريع جدا، ما يقعدش بقى يستنى ويتشك ويروح ويجي وبطيء ويهنك، لا، يبقى لازم المين فريم سيرفر بتاعهم يكون كبير جدا. دايما بيبقى الغرفه بيحطوه في غرفه كبيره، والغرفه دي بتبقى مليانه كذا واحد، مش واحد بس، مليانه كذا واحد، سعره بيبقى غالي جدا، وانت صعب تشوفه كيوزر عادي، مش صعب انك تشوفه، لكن لو واحد شغال في الاي تي ممكن لو راح منظمه كبيره ولا حاجه يعرف يشوفه، لكن يوزر عادي مستحيل انك تشوفه طبعا. طبعا بعد كده في المايكرو كمبيوتر اللي هو الجهاز الكمبيوتر العادي الصغير ده اللي بنستعمله استعمال شخصي.
في السوبر كمبيوتر هو الكمبيوتر العادي، لما تضيف له بقى حاجات تانية، تزود الرامات، تزود بروسيسور، تزود كارت شاشة، تزود مش عارف ايه الحاجات دي كلها، ساعتها بيبقى اسمه سوبر كمبيوتر، لانه كمبيوتر بس احنا زودنا له امكانيات او علينا الامكانيات بتاعه. عندنا نتكلم على المين بارتس اوف كمبيوتر، الاجزاء الرئيسية في الكمبيوتر. الكمبيوتر بيتكون من ايه؟ عندنا بيتكون الكمبيوتر من الكيبورد والمونيتور اللي هي الشاشة، الماوس، والكيسة او البوكس اللي بنقول عليها احنا الكيسة، اسمها الكيس، كيس او البوكس. الكيس ده جواها بيبقى فيها السي بي يو، السنترال بروسيسور يونت اللي هو البروسيسور يعني، والاتش دي دي الهارد ديسك درايف، والفلوبي ديسك درايف، والسي دي روم درايف، هنتكلم عن كل الحاجات دي دلوقتي، والسبيكرز والمودم. اول حاجه الكمبيوتر، اجزاء رئيسيه في الكمبيوتر هي الكيبورد. الكيبورد عباره عن لوحه كبيره مليانه زراير ومفاتيح بتستخدم للكتابه في الكمبيوتر. بعد كده عندنا الماوس. الماوس ده بيستخدمه ان انا اتحكم في الكمبيوتر واتعامل مع الكمبيوتر. يعني الماوس ده بيظهر لي كده كرسر او مؤشر اهو زي ما انتم شايفين في الشاشه، بحرك الماوس يتحرك معايا الكرسر، بقدر اختار بيه اي حاجه، بقدر اتك على حاجه واسحبها، اتك كليك يمين اجيب الاوبشنز بتاعتها، ده كله بقدر اعمله بالماوس. عندنا بعد كده المونيتور او الفيديو ديسبلاي يونت، الشاشه بتاعتنا، الشاشه اللي بيتم عليها عرض النتائج بتاعتي. لو انا مثلا جيت شغلت فيلم، فالفيلم ده بيطلع فين يشتغل؟ بيطلع لي على الشاشه وبيطلع لي في السماعات، باخد صوت بتاعه من السماعات والصوره بتاعته من الشاشه. عندنا شاشات الكمبيوتر ليها احجام وجولات مختلفه جدا، وسعر شاشه الكمبيوتر بيختلف حسب الجوده والخامه بتاعتها والتصنيع بتاعها والحجم بتاعها كمان. عندنا من انواع الشاشات، نوع انواع شاشات الكمبيوتر ال سي دي زي بتاعت اللابتوب، وعندنا برضه في ال سي دي، شاشات ال سي دي للكمبيوتر العادي، وفي عندنا اللي هي السي ار تي. السي ار تي اللي هي الشاشات الكبيره الطويله بتاعت زمان دي، اللي هي عامله زي التلفزيونات القديمه كده، دي اسمها السي ار تي. عندنا بعد كده السيستم يونت او الكيس او البوكس اللي هو الصندوق ده، اللي هي الكيسه اللي بنقول عليها بالعربي كده، احنا بنسميها الكيسه. الكيسه بتاعت الكمبيوتر بيبقى عندي نوعين منها، يا اما بلاستيك او معدنيه، ميتال يا اما ميتال او بلاستيك، بيكون اطار معدني من بره زي مثلا بتاعت الاتش بي او الديل، وفي عندنا بلاستيك زي بعض الاجهزه الصينية والحاجات دي كلها. الكيسه بتبقى جواها تحتوي على ايه؟ بتحتوي على المذر بورد والبروسيسور والرامات والسي دي روم والهارد ديسك وكل حاجه. في عندنا نوعين من الكيسه، الكيسه اللي بتبقى واقفه كده اسمها التاور توب، او الكيسه اللي نايمه على جنبها بتبقى اسمها الديسك توب. جوه الكيسه بيبقى موجود فيها الهارد ديسك درايف، الهارد بتاعي، الهارد بتاع الجهاز ده اللي بيخزن عليه البيانات، ده اللي بحط عليه الافلام والداتا والسوفت وير والبرامج وكل حاجه. يبقى الهارد ديسك بتاعي ده بيبقى موجود جوه الكمبيوتر. عندنا نوعين من الهارد ديسك، في هارد ديسك داخلي وفي هارد ديسك خارجي. هارد ديسك الداخلي بنسميه انترنال، والهارد ديسك الخارجي بنسميه اكسترنال. الهارد ديسك الداخلي ما اقدرش استغنى عنه، ما اقدرش اشيله، الداخلي اللي هو الانترنال ما اقدرش اشيله من جهاز الكمبيوتر واقول جهاز الكمبيوتر هيشتغل من غيره، لا مش هينفع يشتغل من غيره. لكن الهارد ديسك الخارجي ينفع اشيله وجهاز الكمبيوتر يشتغل من غيره. الهارد ديسك الداخلي بيبقى اشكاله بالشكل اللي فوق ده زي ما انتم شايفين كده، بحطه جوه الكمبيوتر وبنزل عليه الويندوز بتاع الكمبيوتر والبرامج بتاعتي ويبدا ايه الجهاز يشتغل. لكن الهارد ديسك الخارجي بيبقى جهاز هارد كده صغير خالص، بيبقى حجمه بقى حسب 1 تيرا 2 تيرا، صغير كده وليه كابل، بستعمله في ايدي وانا رايح اي مكان زيه زي الفلاشه، بس طبعا بيفرق انه حجمه كبير جدا بال 2 تيرا مثلا ولا حاجه، اقدر استعمله وانا عليه بيانات واحط عليه كل حاجه انا عايزها، اشيله في جيبي وانا رايح اي مكان عليه كل حاجه انا عايزها بقى. عندنا برضو حاجه تانية من مكونات الكمبيوتر موجوده جوه الكيسه اللي هو الفلوبي ديسك درايف. الفلوبي ديسك درايف ما عادش موجود دلوقتي، ده كان موجود زمان، الناس اللي كانت موجوده في ال 95 و 98، انا كنت عايش في الفتره دي كنت بستعمل الجهاز وقتها، كنت بستعمل الفلوبي ديسك بكثره في الوقت ده. الفلوبي ديسك كان حاجه كده عامل زي الفلاشه صغيره، هو كده هو شكل ده الفلوبي ديسك، بس كنا بنستعمله زيه زي الفلاشه دلوقتي، بس كان اقصى حجم ليه كان 1 ميجا، كنا ناخده بقى ننقل بيه اغنيه، ننقل بيه شويه ملفات وورد، ننقل بيه اي حاجه، وكان الفلوبي ديسك ده كان بيشتغل مره واحده او مرتين بالكتير قوي، وبعد كده يبوظ ويترمي، هو كده عمره الافتراضي مره او مرتين بالكتير ويبوظ ويترمي يعني. الفلوبي ديسك ده ما عادش موجود دلوقتي خالص، واستغنينا عنه باستخدام الفلاشات والميموري. عندنا برضو من الحاجات اللي جوه الكمبيوتر اللي موجوده في الكيسه اللي هي السي دي روم درايف او مشغل الاسطوانات. مشغل الاسطوانات اللي عندي اللي جوه الكيسه ده بنحط فيه الاسطوانات ويبدا يشغل الاسطوانه، يعرض لي اللي عليها سواء كانت داتا او ميوزك. عندنا في انواع من سي دي روم، يا اما سي دي روم بيقرا بس، او في سي دي روم بيقرا ويكتب رايت يعني ريد اند رايت، يا اما ريد بس يا ريد اند رايت. طبعا اللي بيقرا بس لو بحط له الاسطوانه ياخد اللي عليها يطلعه لي، لكن اللي بيكتب وبيقرا ده سي دي روم بيقرا اللي على الاسطوانه ولو كمان عايز انسخ حاجه على الاسطوانه ينفع ينسخ، يبقى مش اي سي دي روم ينفع ينسخ على الاسطوانه.
يبقى لازم يكون عشان انسخ اي حاجه على الاسطوانه بتاعتي لازم اكون السيدي روم بتاعي يكون فيه خاصيه ان هو ينفع الرايت على الاسطوانه، بيبقى مكتوب على السيدي روم من بره كده ايه رايت اه ولا مش مكتوب عليه، لو مش مكتوب عليه رايت يبقى خلاص هو بيقرا بس، لكن لو مكتوب عليه رايت يبقى هو بيقرا ويكتب. طبعا السيدي روم اللي موجود في اللابتوب بيبقى ريد ورايت الاثنين بيقرا ويكتب، ده في اللابتوب لازم اي لابتوب كده، لكن في اجهزه الكمبيوتر العاديه لا مش شرط، انت بتشتريه وانت بتتفق مع الراجل عايزه ريد بس قراءه بس ولا قراءه وكتابه. طبعا السعر بيختلف، اللي هو اللي بيقرا بس ارخص من اللي بيقرا ويكتب، السيدي روم اللي بيقرا ويكتب. وسيدي روم اللي بيقرا ويكتب انت تقدر تستعمله في حاجات كتير جدا، زي انك تنسخ اسطوانات ويندوز، تنسخ اي حاجه على اسطوانه، اغاني، ملفات، افلام، اي حاجه على الاسطوانه باستخدام السيدي روم اللي هو بتاع الرايتابل. عندك بعد كده من الحاجات المكونات الكمبيوتر اللي اسمها السبيكرز، ودي طبعا مش هتكلم عنها، مش محتاج كلام، السماعات بتاعتنا اللي بتطلع لي الصوت اللي بسمع بيها الاغاني وبسمع بيها الموسيقى. في برضه من مكونات الكمبيوتر بس هي ما عادش موجوده دلوقتي بس بتيجي في الكورس، المودم. المودم ده كان كارت كده صغير بيركب في جهاز الكمبيوتر وبيركب فيه كابل التليفون. كل وظيفه المودم ان هو كان يطلعني على الانترنت. كان عندنا نوعين من المودمز، اللي هو المودم انترنال بيبقى جايب كيسه جاهزه كده فيها مكان لكابل التليفون، او مودم اكسترنال بيبقى انا بحط لها كارت زي اللي في الصوره ده كده. كارت التليفون ده كنت بحطه في الكيسه بتاعتي واركب فيه خط تليفون عشان اطلع النت، لان كان ساعتها ما كانش منتشر في التسعينيات، يعني ما كانش منتشر ساعتها الراوترات، وبالتالي ما كنا بنجيب كابل التليفون على طول نحطه في الكمبيوتر على طول مباشره لان مفيش راوتر، وادخل من على النت، بس كان النت بقى بطيء وشلل وحاجات كتير يعني. والنهارده هنقف لحد كده، وان شاء الله الدرس اللي جاي نكمل في بقيه اجزاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو عجبك الفيديو ده واستفدت من درس النهارده دوس لايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، ولو نزلت تحت شويه هتلاقي ايقونه سبسكرايب او اشتراك دوس عليها عشان تساعدنا اننا نقدم مستوى افضل ان شاء الله في الدروس اللي جايه. كمان تحت الفيديو ده هتلاقي روابط الصفحات بتاعتي، لو عندك اي استفسار او اقتراح ممكن تبعت لي رساله ان شاء الله وانا اقدر اساعدك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.